السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين من خلال هذه التغطية الجديدة. اليوم كنت في وكالة متسوبيشي واستلمت منهم بيكا بالـ L200 الكابينة المزدوجة المزودة بمحرك الديزل. إن شاء الله راح أقدم لكم تجربة قيادة خفيفة بالإضافة إلى شرح المواصفات مع الأسعار. طيب، نتعرف الآن على مواصفات السيارة الخارجية. المصابيح الأمامية من نوع الهيلوجين، إشارات الانعطاف موجودة بالأسفل، شبك الواجهة الأمامية مطلي باللون الفضي، قوس مطلي بالكروم ممتد من أسفل الأضواء إلى أسفل الصدام، القطعة اللي أسفل الصدام باللون الفضي. نتعرف الآن على مقاس الإطارات والعجلات. الإطارات مقاس 265 على 60، أما مقاس الرنجات 18 باللون الفضي والرمادي. إشارات الانعطاف على الرفارف الجانبية، المرايا الجانبية ومقابض الأبواب مطلية بالكروم، مساعد الركوب والنزول الجانبي، وهذه شرائط الزينة الجانبية، شرائط الزينة باللون الرمادي. طيب، وهذه هي خلفية الميتسوبيشي L200. هذا هو تصميم الإضاءات الخلفية. كشاف الضباب موجود على الاسطب الأيسر، مقبض الباب مطلي بالكروم. نشوف الآن مساحة الحوض. مقاسات هذا الحوض: الطول 152 سنتي، العرض 147، والارتفاع 47.5 سنتيمتر. وطبعا موجودة المشابك الخاصة لتثبيت الحمولة بداخل الحوض. مثل ما تشوفون الحوض عليه التلبيسة. ناخذ نظرة على السيارة من الأسفل. طبعا السيارة عليها نظام الدفع الرباعي 4 wheel drive. هذا هو المحرك التوربو ديزل المكون من 4 اسطوانات بسعة 2400 سي سي 2.4 لتر. هذا المحرك يولد قوة 136 حصان والعزم 324 نيوتن متر. يتصل هذا المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات. هذه السيارة تعتمد على نظام الدفع الرباعي 4 ويل درايف، واللتر الواحد من الديزل يقطع مسافة 13 كيلو و800 متر، والتقييم ممتاز. مثل ما تشوفون اعزائي المشاهدين، مساعد رفع البونيت يدوي. الأبواب تفتح بزاوية واسعة لخروج ودخول الركاب. كما تشوفون يعني الآن أركب بكل سهولة إلى داخل المقصورة. مستوى راحة الركوب في مقعد الصف الخلفي يعتبر جيد جدا، وهذه هي المساحة بيني وبين مقعد الساق. أنا مضبط كرسي الساق على طولي والمساحة تعتبر جيدة جدا. طيب، تنجيد المقاعد من القماش باللون السيلفر مع اللون الأسود. وهذه هي التكاية، التكاية عليها حاملات الأكواب. أوكي، عندنا بالأعلى الإضاءات الداخلية صفراء، التحكم المستقل بفتحات التهوية الخلفية. هذه هي الفتحات. مقعد ساق بتحكم يدوي. ومقعد الراكب الأمامي أيضا بتحكم يدوي. نسمع الآن صوت تشغيل الـ L200، تشغيل السيارة عن طريق المفتاح. بسم الله. مواصفات السيارة الداخلية: عجلة القيادة عادية بدون تلبيسة مع تطعيمات باللون الفضي. هذه أزرار تصفح معلومات شاشة العدادات. تصميم عدادات الميتسوبيشي L200، السرعة القصوى 200 مع شاشة معلومات تتوسط العدادات. بالنسبة لمعلومات شاشة: معلومات نظام الدفع الرباعي، تحديد موعد الصيانة، إعدادات المستخدم، عداد كيلومترات الرحلة A و B، المسافة المقدرة بكمية الوقود المتبقي، معدل استهلاك الوقود، عدد اللترات المستهلكة لكل 100 كيلومتر، وهذا مؤشر القيادة الاقتصادية إيكو. هذه كانت أبرز محتويات شاشة العدادات. وهذا هو الجهاز السمعي المكون من 4 مكبرات صوت، عليه مشغل السي دي، فلاش اليو اس بي مع منفذ الاي او اكس. طبعا هذه هي خيارات الجهاز السمعي، وهذه هي موجات الراديو. طبعا
طيب أسفل الجهاز السمعي التحكم بالتكييف أوتوماتيكيا، طبعا درجة الحرارة موحدة لجميع الركاب، هذا تحذير الفليشر الرباعي، جير سير أوتوماتيك من 6 سرعات، والجير قابل للتبديل مانيوال. موجود هنا ولاعة مع منفذ اليو اس بي المتصل بالجهاز السمعي. عن طريق هذا القرص نختار وضعيات نظام الدفع، الدفع الخلفي أو التبديل إلى الدفع الرباعي، الدبل الخفيف أو الدبل الثقيل، هاند بريك يدوي، وهذه حاملات الأكواب، وهذه هي السدة. هذا هو الدرج الأمام الراكب الأمامي على فئة الجي ال اس، تتوفر وسادة هوائية للسائق مع وسادة هوائية للراكب الأمامي. المواصفات عن يسار السائق: التحكم بالمرايا الجانبية مع مانع الانزلاق تراكشن كنترول. أما على باب السائق فتح وإغلاق النوافذ، مرآة الرؤية الخلفية عادية، وهذا بيت النظارة. الإضاءات الداخلية راح تكون صفراء. هذه شماسة السائق راح تكون خالية بدون أي شيء، وهذه شماسة الراكب الأمامي عليها المرآة. هذه كانت مواصفات ميتسوبيشي L200 دبل كابن المزودة بمحرك الديزل. الأسعار المذكورة الآن هي شامل الضريبة المضافة، 12495 ريال عماني، أي ما يعادل 121740 ريال سعودي، أي ما يعادل 32460 دولار أمريكي. ويشمل ميتسوبيشي L200 ضمان لمدة 6 سنوات مفتوح الكيلومترات. بسم الله الرحمن الرحيم، الآن أبدأ تجربة ميتسوبيشي L200 دبل كابن بمحرك الديزل. إن شاء الله حديثي راح يكون صريح بدون مجاملات لهذه السيارة. طبعا الآن أنا في الموج مسقط، نجرب أنظمة التعليق ونجرب يعني أداء السيارة في الأماكن الضيقة. طبعا فئة الجي ال اس اللي معي هي الفئة المرتفعة المخصصة للأوفرود. أوكي نروح الآن على المطب الأول. في اهتزازات، ما أقول لك ما في اهتزازات، ولكن هذه الاهتزازات طبيعية بحكم أن السيارة عليها سسبنشن أوفرود. بالتأكيد احنا مجربين منافسين هذه السيارة، سواء كان يعني تويوتا هايلوكس او حتى الايسوزو دي ماكس، بحكم ان عليهم محركات الديزل. اداء انظمة التعليق متشابه في الدي ماكس والهايلوكس والL200، ولكن اللي يميز ميتسوبيشي L200 تشعر ان السيارة فيها عضلات وفيها قوة عكس التويوتا هايلوكس والايسوزو دي ماكس. هنا تشعر ان السيارة فيها صلابة اكثر، فيها قوة تحمل اكثر، بحكم ان ميتسوبيشي مركزة كثير على نوعية المواد المستخدمة في هذه السيارة. طيب الـ L200 لها مسمى اخر في بعض الاسواق العالمية، حيث يطلق عليها اسم ترايتون. بعض الاسواق يسموها L200 وفي بعض الاسواق الاخرى يسموها ميتسوبيشي ترايتون. وطبعا هذه السيارة لها تاريخ طويل وعريق في مصانع ميتسوبيشي على مدى 46 سنة. ما شاء الله على مدى 46 سنة. انطلق الجيل الأول في سنة 1978، الجيل الثاني انطلق في سنة 1986، الجيل الثالث انطلق في سنة 1996، الجيل الرابع انطلق في سنة 2005. هنا اختلفت الأوضاع شوي في الجيل الرابع، لأن الميتسوبيشي نقلت إنتاج الـ L200 من اليابان إلى تايلاند، يعني قطع السيارة يابانية ويتم تجميعها في مصنع ميتسوبيشي في تايلاند. طيب أما الجيل الخامس فقد تم تدشينه في سنة 2015، فهذا هو الجيل الخامس من الميتسوبيشي L200 من سنة 2015 حتى سنة 2023. الجيل السادس الجديد إن شاء الله سيتم طرحه خلال فصل الصيف المقبل. طبعا كل شيء تغير، التصميم الخارجي والداخلي، وحتى يعني موضوع المواصفات راح تكون أكثر على الجيل السادس، فبالتالي أكيد السعر راح يكون أغلى من السيارة اللي الآن معاي. محرك التوربو ديزل 2400 سي سي، 136 حصان، 324 نيوتن متر، راح يكمل على الجيل القادم من الميتسوبيشي L200.
المحرك راح يكون هو ذاته بدون أي تغييرات، ولكن التغييرات راح تكون على مستوى معدل استهلاك الوقود. معدل استهلاك الوقود راح يكون أفضل في السيارة اللي الآن معاي مقارنة بالجيل القادم الجديد. فهنا اللتر الواحد من الديزل يقطع مسافة 13 كيلو و800 متر، أما في الجيل القادم من الـ L200 اللتر الواحد من الديزل راح يمشي 13 كيلو و400 متر. فعلى الجيل الخامس من الـ L200 معدل استهلاك الديزل أفضل من الجيل القادم الجديد، وأتوقع يعني موضوع الوزن وموضوع كثرة المواصفات نوعا ما شوية راح تخلي الجيل القادم يصرف أكثر من الجيل القديم. أي نعم أن فارق الصرفية مش كثير، يعني 400 متر، ولكن البعض يقول والله شوية أحسها نوعا ما تأثر علي من ناحية الاستخدام اليومي. فاللي يبحث عن معدل استهلاك أفضل يشتري الجيل القديم من الميتسوبيشي L200. طبعا أنا أتكلم فقط عن معدل استهلاك الوقود في محرك الديزل 2.4 لتر، فما لنا شغلة في المحركات الثانية، أنا أتكلم فقط حصريا عن محرك 2.4 لتر. ما شاء الله تبارك الرحمن، استجابة دعسة الوقود يعني عند الدوارات عند إشارات المرور ما شاء الله السيارة استجابتها حلوة، بالرغم أن السيارة وزنها ما هو خفيف، بالرغم أن السيارة عليها محرك ديزل، ولكن ما شاء الله يعني السيارة نشيطة جدا أثناء القيادة. طيب على سرعة 80، عداد دورات الـ RPM راح يكون ما بين الـ 1500 إلى الـ 1600 دورة. طبعا السيارة عليها جير أوتوماتيك من 6 سرعات، يعني هذا الجير مخفف من جهد المحرك أثناء السرعات العالية، فبالتالي معدل استهلاك الديزل راح يكون متوازن أثناء الاستخدام اليومي. طيب أتكلم الآن عن مكيف السيارة. ما شاء الله من أول ما بديت التجربة المكيف ما شاء الله ثلج وبارد، يعني فعال بالرغم أن داخلية السيارة سودة، ولكن ما شاء الله المكيف يعتبر ممتاز جدا. من الأشياء الجيدة في الميتسوبيشي L200 أن طريقة القيادة فيها سهلة جدا، وتقدر تستخدم السيارة بشكل يومي. استجابة دعسة الوقود، الثبات، فرملة المكابح، معدل استهلاك الديزل، كل شيء في السيارة صراحة متوازن جدا. مثل ما تشوفون ما شاء الله مستوى الثبات في السيارة يعتبر جيد جدا، السيارة يعني ما تتمايل أثناء الاستخدام في الخطوط، ثابتة وتقدم للسائق الثقة التامة أثناء القيادة. طيب السرعة الآن 120 وعداد دورات الـ RPM على الـ 1900 دورة. طيب أتحدث الآن عن موضوع العزل. طبعا اللي يشتري هذا النوع من المركبات لازم يكون مدرك أن هذا النوع من المركبات مستوى العزل فيه دائما يكون متوسط، وأحيانا يكون أقل من المتوسط. هذه النوعية من المركبات تعتبر مركبات تجارية للاستخدام اليومي، يعني ليست سيارات رفاهية ودلع وعزل، لا خلينا نكون صريحين، هذا النوع من المركبات للاستخدامات المتعددة. يعني صناع هذه النوعية من المركبات يركزون على موضوع التحمل الشاق أثناء الاستخدام اليومي. مواد السيارة لازم ما تهتري بسرعة، تعيش أطول مدة ممكنة، والتركيز أيضا على قدرات الحمولة، أن السيارة عندها إمكانيات فيما يتعلق بالحمولة. يعني الآن أنتم تسمعون يعني مستوى العزل فيها عادي جدا، أنا أقول لك صراحة ما فيها ذاك الضجيج اللي يزعج الركاب، ولكن يعني مستوى العزل فيها يعتبر متوسط. أنا بترك الآن التعليق لمدة دقيقة، أنتم قيموا فيها مستوى العزل واكتبوا لي رأيكم في التعليقات بالأسفل.
الله أعزائي المشاهدين وأنتم تتابعون تجربة قيادة المتسوبيشي L200. من الأشياء اللي أريد أتكلم عنها مستوى راحة الركوب. ما شاء الله من بداية التجربة أنا مرتاح في L200، يعني مستوى راحة الركوب يعتبر فيها ممتاز حقيقة. ما حسيت أبدا بأي تضايق من ناحية راحة الركوب. مقاعد قماشية، تصميم المقعد ممتاز ومريح للسائق. طيب نجرب الآن السيارة تجربة خفيفة على الطرقات الوعرة. طبعا السيارة عليها نظام الدفع الرباعي 4-wheel drive، الدبل الخفيف أو الدبل الثقيل أو التحويل إلى نظام الدفع الخلفي. وطبعا السيارة عليها سسبنشن خاص للدخول إلى الطرقات الوعرة. ثم تشوفون ما شاء الله السيارة يعني تقطع مثل هذه الطرقات بكل سهولة. بس أحب أنبه، لما تدخل السيارة إلى الطرقات الوعرة لازم تنتبه أن السيارة عليها مساعدات ركوب ونزول جانبية، وممكن تتأثر يعني سبحان الله تضرب فيها صخرة أو شيء، فلازم تكون منتبه أثناء دخول السيارة إلى الطرقات الوعرة. لكن السيارة ما شاء الله ما عليها كلام من ناحية دخولها إلى هذه النوعية من الطرقات. طبعا السيارة تتوفر منها عدة فئات، فئة الكابينة واحدة، فئة الكابينة المزدوجة، فئة الكابينة المزدوجة دبل، وعندك أيضا فئة الهالو. طبعا فئة الهالو هي آخر تغطية للميتسوبيشي L200 على قناتي في اليوتيوب. عليها نظام سسبنشن خاص، عليها إطارات خاصة، شاشة تعمل باللمس، وأيضا كاميرا الرؤية الخلفية. ما شاء الله مثل ما تشوفون أداء وثبات السيارة ممتاز على المنحنيات. إن شاء الله ميتسوبيشي راح تقدم لنا العديد من الطرازات الجديدة خلال الفترة المقبلة. إن شاء الله L200 الجيل السادس الجديد سيتم طرحه خلال فترة فصل الصيف المقبل. بعدها إن شاء الله سيتم طرح كروس أوفر جديد اسمه إكس فورس. أتوقع الإكس فورس سيتم طرحه كموديل 2025 في أسواق الشرق الأوسط. والآن في أخبار متداولة في اليابان أن الميتسوبيشي تحضر الجيل القادم من الباجيرو، يعني الباجيرو إن شاء الله ستعود إلى خطوط الإنتاج خلال يعني الثلاث سنوات المقبلة. فإن شاء الله نترقب عودة قوية للميتسوبيشي، يعني عودة المنافسة القوية اللي تعودنا عليها من ميتسوبيشي إن شاء الله ستعود خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع عودة الطرازات العريقة المشهورة مع ميتسوبيشي. في ختام هذه التجربة، الميتسوبيشي L200 اختيار ممتاز بحكم توفر ضمان لمدة 6 سنوات مفتوح الكيلومترات. أغلب المنافسين عليهم ضمان لمدة 3 سنوات أو 100,000 كيلومتر، هنا لا، 6 سنوات مفتوح الكيلومترات، يعني ما في تحديد للمسافة. كل الشكر والتقدير لوكالة الزبير للسيارات لإتاحتهم فرصة تجربة الميتسوبيشي L200. ما شاء الله جماعة الوكالة متعاونين معي جدا لتصوير تجارب القيادة، وهذا الشيء صراحة يشكرون عليه. تواصلوا معهم عن طريق هذا الرقم 24500500. تحياتي لكم أخوكم ياسر الفارسي.